السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين. نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. يستمر الجدل حول تقديم وزير المالية علي حيدر عبد الأمير علاوي استقالته والموافقة عليها سريعا بعد جلسة خاصة بينه وبين رئيس الوزراء، ثم جلسة عامة لمجلس الوزراء. يقول الكاتب نعمة العبادي في مقال في صحيفة المدى إن الاستقالة جاءت من حيث التوقيت والشكل والشخصية مثيرة ومحفزة لعشرات التساؤلات، إلا أنها لم تأخذ حقها من النقاش والتحليل والاهتمام، فقد غطت الأحداث الجارية عليها، رغم أنها في قلب تلك الأحداث 10 صفحات لم يكتبها محلل في مركز دراسات أو إعلامي أو باحث أكاديمي، وإنما كتبها وزير عمل في أكثر من وزارة وشخص مطلع على الوقائع والحيثيات بشكل ربما لا يؤتى لأحد غيره الوصول لها. لذا فإن هذه الصفحات تقدم تقييماً مهماً وحساساً لواقع الدولة ومستقبلها، فتلمس الأماكن الحساسة منها وتوقع انهياراً للدولة بسبب الفساد. قدم علاوي بوصفه مطلعاً على حقيقة ما يجري في البلد من فساد مخيف إشارات كثيرة، ومن أبرزها قضية الدفع الإلكتروني. كانت قضايا فساد الدفع الإلكتروني بالنسبة لي بمثابة القش التي قصمت ظهر البعير. لم تكن حالة نادرة، ولكنها عكست بوضوح لجميع الأطراف مدى الخلل بالمنظومة، فقد بلورت الدرجة التي تدهورت عندها مكانة الدولة وأصبحت ألعوبة للمصالح الخاصة، إذ تعمل شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في ظل السيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، وتسحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة. هذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية، وأنها تحافظ على صمت المسؤولين الأمناء بسبب الخوف والتهديد بالقوة. لقد وصل هذا الأخطبوط الهائل من الفساد والخداع إلى كل قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها، ويجب تفكيكه بأي ثمن كان إذا مقدرا لهذا البلد أن يبقى على قيد الحياة. التسريبات ضد مؤسسي العملية السياسية في العراق كشفت بالصوت والصورة فسادهم وانتهاكاتهم. وتقول الكاتبة ثائرة أكرم العقيدي إن صدى التسريبات الصوتية ما تزال تثير ضجة في الشارع العراقي والدوائر السياسية. أقر المالكي بكل قوة بأن مقتدى الصدر قاتل ولص، واتهم الأكراد بالسعي لشق البيت الشيعي بتحالفهم مع الصدر، وتهجم على أهل السنة ووصف السياسيين منهم بالضعف. فكان رد الصدر بأن على المالكي اعتزال السياسة وتسليم نفسه للقضاء، اعتبر أفكاره هدامة وأنها تقود العراق إلى الخراب ودمار الوطن الذي هو مدمر فعلا وواقعا. وأقر المالكي بتجهيز وتسليح من 10 إلى 15 تجمعا استعدادا للمرحلة الحرجة بحسب تعبيره. ما صدر عن المالكي لا يمكن أن يصدر عن رجل عاقل، فكيف برجل حكم العراق لمدة 8 سنوات؟ الحديث عن إسقاط المكونات العراقية كلها يشير إلى أنه يحمل نهجا وخطة تستهدف العراق وشعبه لتدميره ومحوه من خارطة العالم، ولكن ليس كل قلب للطاولة يؤتي ثماره. نور المالكي ضيع نصف العراق إبان سطوته وحكمه، تسبب بارتكاب 10 المجازر التي راح ضحيتها آلاف العراقيين، وكان قياديا في حزب الدعوة ومسؤولا عن الجناح العسكري فيه فترة الحرب العراقية الإيرانية، وأشرف على عدة عمليات إجرامية تخريبية داخل العراق لصالح إيران، وهو من سعى لجعل الحشد الشعبي تابعا للحرس الثوري الإيراني، ولم يحاكم على جرائمه من قبل المحكمة الاتحادية أو المحاكم الدولية. فهل سيحاكم على هذه التسريبات؟
يائس العراقيون من محاسبة السياسيين ومحاكمتهم، فلم يعد يثقون بالقضاء الذي أصبح مسيساً ولا بنظام الحكم الذي جمع أبشع الأشخاص وأرذلهم لقيادة وحكم العراق. حول تأثير احتلال العراق على المنطقة العربية والأزمة السياسية في لبنان وتأثير الاتفاق النووي وإطلاق يد إيران في المنطقة، كتب إياد أبو شقرة مقالا في صحيفة الشرق الأوسط جاء فيه: قرأت مقالة جميلة يقول فيها الكاتب: إن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ألغى نتائج الحرب العراقية الإيرانية التي فرضت على طهران تجرع السم وتأجيل التطبيق الكامل لتصدير الثورة. ومعلوم أن تصدير الثورة تعبير يعني فعليا غزو إيران للمنطقة واحتلالها، تماما كما يعني تعبير المقاومة مصلحة إيران بعدما صادرته قيادتها وتاجرت به حتى اليوم. لقد كان مفهوما بالطبع كيف أن إسقاط نظام بغداد عام 2003 أطلق يد طهران وأتباعها داخل العراق وصولا إلى هيمنة إيرانية دائمة حلت محل الهيمنة الأمريكية المؤقتة. الحقيقة أنه كان للغزو تداعيات وآثار ثبت بمرور الزمن أنها لم تكن على سوريا ولبنان أقل منها على العراق. اللافت أن في ذلك التطور الذي سرعان ما خفتت ضوضاؤه بعد لقاء فاتر بين عون وميقاتي، أنه تزامن مع تزايد الكلام عن توصل واشنطن وطهران إلى صفقة تتصل بملف إيران تنطوي على تنازلات ومكافآت أمريكية سخية. لا يمكن لعاقل أن يتوقع منها إلا دفعة كبرى لمشروع طهران التدميري فالاحتلالي للمنطقة العربية. المنطق، ولن أتكلم عن السوابق منذ 2003، يقول إن الأموال التي ستذهب إلى خزانة النظام في طهران سواء كانت من الأرصدة أو من خسائر المقاطعة والحصار الاقتصاديين لن تذهب إلى سد حاجات ملايين المواطنين الإيرانيين الفقراء والأبرياء، بل سترصد لترسانات الحرس الثوري ومطابخ التآمر ومنابر التحريض على القتل والفتن الطائفية. لقد كان من الممكن إنفاق المليارات من الدولارات على الشعب الإيراني ورفاهه بدلاً من أن تنفقها طهران على تمويل حروبها الاحتلالية في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومؤامراتها الفتنوية في دول الخليج وباقي الدول العربية وصولاً إلى الجزائر والمغرب. فبدلاً من التنمية والتقدم، كانت الغاية الأولى ولا تزال وستبقى تمكين ثيوقراطية مقاتلة وتوسعية غايتها إخضاع الداخل وإذلال الخارج. نشر موقع أكسيوس تقريراً لمراسله في تل أبيب رافيد براك، قال فيه: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حاولت في الأيام الأخيرة تطمين إسرائيل أنها لم توافق على التنازلات مع إيران وأن اتفاقية نووية ليست قريبة جدا، لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون: نعم حصلنا على تطمينات ولكنها ليست كافية. أشار الموقع إلى أن إيران منحت الرد النهائي في الأسبوع الماضي على المقترح النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والذي يقوم بالتوسط بين أمريكا وإيران، وهو ما قاد للتكهنات أن الاتفاقية النووية باتت قريبة. وأشارت إلى نوع من الاحتكاك بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي تعارض إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة لعام 2015. قام المسؤولون في البيت الأبيض وخلال الأسابيع الماضية بتقديم تأكيدات لإسرائيل أنه لا يوجد منظور قريب للاتفاق النووي رغم تأكيدات الإعلام، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً قدم يوم الخميس الماضي إيجازاً للصحفيين وأخبرهم عن موقف لبيد الذي مرره للبيت الأبيض، وهو أن المقترح الأوروبي يذهب أبعد من اتفاقية 2015 ويتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها إدارة بايدن. وفاجأت التقارير الصحفية البيت الأبيض
والذي حاول يوم الخميس والجمعة تطمين الإسرائيليين مرة أخرى أن توقيع الاتفاق ليس محتوماً وأن إدارة بايدن لا تقدم تنازلات، بل إيران هي التي تقدم تنازلات، فهي التي تخلت عن مطالبها لشطب الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب. وقال مسؤول أمريكي إن اتفاقاً قد يكون قريباً أكثر من الأسبوعين الماضيين، لكن محتوياته غير معروفة، وعلى أي حال لا يبدو أنه محتوماً. ورغم موقف إسرائيل المعارض لاتفاقية عام 2015، إلا أن المسؤولين الحاليين في إسرائيل يتناولون الموضوع بشكل مختلف. فقد أخبر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الحالي الجنرال أهارون هاليا الحكومة عدة مرات أن العودة للاتفاقية النووية ستخدم مصالح إسرائيل الأمنية. تحت عنوان الصين والولايات المتحدة تدخلان جولة جديدة من التوترات الاقتصادية، قال موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي في مقال تحليلي إن الأزمة التايوانية أثبتت مركزية المنافسة بين بيجين وواشنطن اقتصاديا وتاريخيا، وهي أيضا نتاج سوء إدارة الولايات المتحدة لهيمنتها. أضاف الموقع أن صيف عام 2022 أظهر أن التوتر بين الصين والولايات المتحدة لم يتم دفعه إلى الخلفية بسبب الحرب في أوكرانيا، بل على العكس تماما. لكن إذا تم تحليل هذا التوتر في كثير من الأحيان وليس بدون سبب على أنه صراع إمبرياليتين متنافستين، فهو أيضا ثمرة تناقضات هيمنة الولايات المتحدة على الرأسمالية، بأنه إذا كانت الصين اليوم قادرة على التنافس في الهيمنة على العالم فهي أولا وقبل كل شيء لأنها كانت أحد أصحاب المصلحة في تطور الرأسمالية أو في تطور الرأسمالية الأمريكية في السبعينات والثمانينات. في ذلك الوقت كان أكبر اقتصاد في العالم يمر بأزمة. في مطلع القرن الحادي والعشرين تم إنشاء نوع من الوحدات السكنية حيث يمكن للجميع اعتبار أنفسهم فائزين، ثم تم تقسيم الاقتصاد العالمي بين الصين التي تنتج الجزء الأكبر من السلع الرخيصة والولايات المتحدة التي استهلكتها وركزت على التقنيات المتقدمة والتمويل. على الهامش استفادت ألمانيا واليابان من هذا التوازن لتزويد الصين بالسلع الرأسمالية والسيارات إلى الولايات المتحدة، بينما أصبحت الدول الناشئة غنية بفضل المواد الخام التي استهلكتها التنمية الصينية. الوضع الحالي ما يزال يعتمد على التبعية المتبادلة بين القوتين العظميين، ولكن أيضا من المنافسة المتفاقمة لأن كل منهما تحاول بناء أنموذج اقتصادي مستقل عن الآخر دون أن ينجح حقا في سياق التباطؤ الهيكلي في النمو. لتوضيح هذا الموقف يتابع ميديا بارت يمكننا ملاحظة العلاقات في مجال التقنيات للانتقال إلى السوق الراقي. ما تزال الصين بحاجة ماسة إلى عناصر التكنولوجيا الأمريكية. على سبيل المثال في صناعة أشباه الموصلات تباطأ الإنتاج الصيني إلى حد كبير بسبب الحظر المفروض على تكنولوجيا آلات الأشعة فوق البنفسجية، والتي تعد الولايات المتحدة المنتجة الوحيدة لها. والآن إلى رسوم الكاريكاتيرية.
منذ سنوات يواظب يونس ديوب على فتح باب قلعة المرقب يوميا أملا باستقبال سياح أو زوار لطالما اكتظ بهم الموقع الأثري المطل على الساحل السوري. صباح كل يوم يقصد ديوب القلعة المشرفة على شاطئ مدينة بانياس حاملا مفتاحا حديديا كبيرا لفتح بابها الرئيسي، ويجلس داخل غرفة خشبية اعتاد استخدامها لقطع تذاكر الزوار الذين بات توافدهم شبه معدوم منذ اندلاع النزاع وعلى وقع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد. ويقول الحارس الذي تولى وظيفته قبل 15 عاما لوكالة فرانس بريس رغم أن أبواب القلعة لا تزال مفتوحة تمر أيام وأسابيع من دون أن أقطع أي تذكرة، ويضيف هذا هو الحال منذ بدء الحرب التي عصفت بسوريا عام 2011. يرى الكثير من أطباء الأمراض الجلدية أن العلاجات الباهظة لمعالجة تساقط الشعر الكثيف أو علاج الصلع ليس لها جدوى رغم ما ينفقه الرجال والنساء من مبالغ طائلة. وذكر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن علاجاً قديماً للصلع يمكن أن يعطي نتائج أفضل إذا أخذ عن طريق الفم بجرعات منخفضة جداً عوضاً عن الاستخدام الموضعي، والعلاج هو مينوكسيديل الذي جرت العادة على استخدامه كبخاخ أو غسول يوضع على فروة الرأس بهدف تحفيز نمو الشعر، ويعتبر ذا مفعول قوي على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة. وأما عن طريقة عمله فهو يعمل إلى تحفيز تمدد الأوعية الدموية الموجودة في فروة الرأس. فرى أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية في جامعة جورج واشنطن الطبيب آدم فريدمان أن تناول مينوكسيديل على شكل حبوب عبر الفم بجرعات منخفضة للغاية يعطي نتائج مذهلة للمرضى الذين لا يستفيدون من العلاج الموضعي أو يعانون من أعراض جانبية سيئة التأثير كالطفح الجلدي. والآن نذهب إلى فيديو اليوم. أول شيء تهجير حصل ونعرض علينا أنه يطلعونا من المنطقة هذه ينقلونا على خرب زكريا، وهناك يعطونا بنى عمودي وبصير هناك عندنا خارطة هيكلية وعندنا شوارع بزفتة ليش هالغبرة. فكان ردي للضابط الإدارة المدنية اللي هو الكابتن رياض أنه إحنا إذا قاعدين بناكل في صحن مفغوصة كوسة مع بندورة وفيش غبرة بنعرف ناكلها، بنودي الولاد يعملوا غبرة عشان نعرف ناكل. كان رد جوابي إله هيك. هذه بتمثل روحي، هذه الأرض بتمثل حياتنا، هذه الأرض إحنا دفعنا ضريبتها شهداء 2 نتيجة إيش؟ نتيجة إنه نضل نحافظ على أرضنا لغاية ما نموت. إذن كان هذا فيديو اليوم، وبه نختم حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.